كم القرف. يا زياد، هو انت مش بصيت وشفتها جايه ولا ايه؟ اه والله شفتها جايه من الشارع. امال ايه يا عم، ده الشارع كله 10 متر، هي جايه من السفاجه؟ بقول لك شفتها بعيني. شفتها بعينك؟ وهي جايه في الشارع. طب بقول لك ايه، تعالى تعالى نروح نشوفها. يلا. قلت لك ماشيه من هنا، انا عامل لك ايه؟ بقول لك ايه؟ شفتش واحده اخرس كمان اخرس؟ طب هنفهمه ازاي ده ولا هنفهم منه يا عم زياد؟ انت مش بتقول جايه اهو؟ بقول لك جايه، انا شفتها بعيني جايه من هنا. يا عم ما فيش حد اهو يا عم زياد. طب تعالى نروح نشوفها، تعالى هنشوفها فين اكتر من كده. انا بقول لك شايفها بعيني وهي جايه من هنا. طب بقول لك ايه، يمكن نسيت حاجه في البيت ورجعت تجيبها. تعالى يا عم غور في... يا عم غور بره مطلع، عرفنا عليه. لقيتها؟ ما انا ما لقيتهاش برضه. ما لقيتهاش يا عم، احنا قلبنا المنطقه، يا غلط على فين، دي اختفت. انا بقول لك انا متاكد ان انا شفتها هنا. والله انت شكلك اصلا لا متاكد ولا مهبب ولا فاكر حاجه اصلا. امي لو وريت الزبال ده. انا بقول لك يا انت ماشي يا معفن يا حيوان. هي جت منين دي؟ طلعت من تحت الارض ولا ايه؟ مش عارف هي كان فين دي. بقول لك ايه، مش وقت الكلام ده، يلا تعالى. بقول لك ايه، دي كده فرصه، احنا مش هنقعد بقى نستنى الشارع وممكن حد يشوفنا والجو ده كله. هي كده كده قاعده لوحدها وراها. انا على اخر الزمن يحصل لي كده من زبال متهول؟ والله لا اوريه. ايوه ايوه ايش بسرعه في ايه؟ انتوا مين عايزين ايه؟ اهدي بقى كده واسمع الكلام يا شاطر، تعالى اقعد بس كده. انتوا عايزين ايه طيب؟ مش هنأذيكي. بص بقى تسمعي الكلام، هنخلص اللي احنا عايزينه ونتكل على الله من سكات. هما كلمتين. احنا تعبين، احنا الدنيا مش هتقدروا علينا، هنأذيكي. انا هوديكوا في 60 داهية، انا هصوت والم عليكم الناس. بقول لك احنا الدنيا هنأذيكي. احنا اتنين، ركزي. طب انتوا عايزين ايه؟ ولا اي حاجة، الموضوع بسيط. هتحسبوا لنا على الورقتين دول. ده ورق ايه؟ ما تشغليش بالك بقى، احنا مالناش. طب وانتوا هتستفادوا ايه من كل ده؟ بقول لك ده اوامر بننفذها، هات اصبعك يلا. يلا حط الورقة هنا يا زياد. تاني. يا مان. ايه يا عم في بس؟ طب اشرب الشاي. استغفر الله العظيم يا رب. حرام عليكم، انتوا عايزين مني ايه؟ بتعملوا كده ليه؟ يلا. يلا ايه؟ استنى. أكيد معاها مصلحة حلوة نطلع بيها. هنمشي كده من غير ما نعمل حاجة. قلب البيت بسرعة اخلص. انا هوديكوا في 60 داهيه انتوا الاثنين. قلت لك هتتاذي يا بنت، احنا اثنين. لا عايز صوت ولا عايز صوت عالي بقى، اهدي. انجز يا زياد. ايوه جاي اهو، سلم. قلت لك هتجيبها اللي هي مصلحه حلوه. حرامية يا ولاد الكلب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اي حركه هفرتك دماغك. انت مين انت؟ اخلص خالص. انت مين وايه اللي جابك هنا؟ انا اللي ايه اللي جابني؟ هو ايه اللي بيحصل؟ احنا لو شفنا كمان حراميه هي اللي بتسال. اقعد تعالى يا استاذ بعد اذنك. يا عم انت عايز ايه؟ استنى فين؟ يا عم سيب البتاع اللي بالراحه بالراحه. انت طبعا عارف ان المسدس ما بيهزرش. هات الشنطه. خد الشنطه. ما تدوني على عقود ما اعرفش ايه هي. هات العود اللي مضيتوا عليه. يا عم انت العود اللي مضيت عليه ده. عودي ما معناش عقود. انت باين انك بقى كده عايز العود مع ده، العود مع ده. خدها مني. دي العود بتاعتك يا استاذه؟ اه هي دي. استنى اقول لك حاجه تاني؟ لا. معاكم حاجة تانية يالا؟ يا عم ما معناش حاجة. يا بقول لك اقعد. يا اقعد يالا بقول لك. طب حاجتك وخدتها سيب. طيب لا لا شوية شوية. انت مش خدت حاجتك. لسه عايز مننا ايه تاني؟ بالله عليك بالله عليك خلاص. اقعد 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 طب اهدى. والله يا استاذ انا مش عارفة اشكرك ازاي على اللي انت عملته معايا ده. يعني انا كنت هروح فيها والله العظيم. بس انا ممكن اسالك سؤال، هو انت حضرتك عرفت ازاي؟ بصي والله هو كل اللي انت قلتيه ده
يعني بصراحة مش أنا اللي أستاهله. يعني إيه؟ حد تاني يعتبر هو اللي أنقذك. الحمد لله إن حاجتك رجعت، بس عشان برضو أكون أمين معاكي تعالي معايا. كتر خيرك والله يا استاذ، انا مش عارفه اودي جمايلك دي فين. اتفضلي بس اتفضلي. انت يا حيوان، انت الوش الفقر، انا اللي اصطبحت بيك في نفس اليوم بتاعي. كل ده حصل لي بسببك انت. طب العرف انت بتعملي ايه بس يا مدام؟ ليه كده؟ ده هو دوت اللي بسببه حصل لي كل دوت، هو اللي اصطبحت بيه الصبح. وش الفقر الاخرس المعفن. معلش حاك عليا. مش فاهمني طبعا. حاك عليا حاك عليا. لازم تعتذري له. اعتذر له ايه الزبال المعفن ده؟ والله العظيم يا رب يا هانم، الشخص ده هو اللي نقذك. تقدري تقولي لنفسك انا عرفت بيك. انت بتقوله ده؟ طب اسمعيني، تقدري تسالي نفسك كده وتقولي انا عرفت بيك ازاي؟ طب تقدري تسالي نفسك برضو سؤال تاني وتقولي هو انا اعرفك منين اصلا؟ اكيد مشيت ورايا. مشيت وراك هو انا اعرفك؟ وانا همشي ورايا حد ماشي في الشارع؟ ما انا ما اعرفش بقى. طب اسمعي القصه عشان تعرف. اتفضل. الاستاذ ده بيقول ان هو حاول ينبهك، سمع ناس كانت بتتفق عليكي وعايزه تخطفك، جاي ينبهك. هو بيسمع على فكره كويس، وكل اللي انت بتقوليه زباله زباله هو سامعه، فحرام عليكي اللي بتقوليه ده، انت بتاذيه نفسيا. بقول لك ايه، هي هتعدي من هنا دلوقتي، اول ما تيجي عايزك سريع معايا نخطفها ونبصم ونيجي نخلع. يا عم ماشي، بس هي جايه خمسه بس استناها. ماشي تمام تمام ماشي. المهم لما عرف ان هم خلاص وخطفوك وجري وراك لحد البيت، جه جابني وشدني وخدني لحد بيتك وفهمني كل حاجه، وانا بناء على كلامه انقذتك. ففي الاخر يبقى ده جزاته؟ يعني كل ده حصل لي بسبب هو كان بيحاول ينقذك، انت مش فاهماه ومش قادره تقتنعي باللي هو بيقوله. يعني صح لازم اربط. طب اعرفه ازاي ان انا اسفه؟ هو بيسمع بقول لك. معلش انا اسفه علي. انا ممكن اديله جزء بسيط يسامحني بيه. لا لا خلاص معلش، برضه انقذتها، كانت هتخسر كل املاكها. معلش حاجه ولاش بقى عنصريه وزبانه ومش زبانه، انت مش فاهماه. ما انا مش فاهماه. شكرا. يلا شكرا جدا. شكرا ليك. سلام. ايه؟ انا ابو شكلك ايه القرف ده؟